يقول السائل: لي ولد طلبت منه مبلغا من المال فأهانني وضربني وغضبت عليه وأقسمت أن أدعو عليه أمام الكعبة إن حججت أو اعتمرت، واستخرت في أمري ولا أريد أن أدعو عليه، فهل علي شيء في ذلك؟ لا تدعو على ولدك، ادعو الله له بالهداية، ولو كان أنه أساء إليك وأخطأ، أساء إليك وعقك، هذا عقوق والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول: ولا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وهذا يضرب والده ويتكلم عليه، هذا أعظم العقوق. فعلى الولد أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يطلب المسامحة من والده، وعلى الوالد أيضا أن يدعو الله له بالهداية وأن يسامحه ولا يدعو عليه، يدعو الله له بالصلاح، يدعو الله له بالصلاح. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فيدفع هذا بالتي هي أحسن، والله جل وعلا يثيبه ويستجيب دعاءه لولده ولا يدعو عليه، يدعو له بالصلاح. نعم.